خور بيراب دير بيراب المطل على جبل أرارات. بعد دقائق راح نترجل ونصعد فوق. يلا شباب تفضلوا، وصلنا الى دير بيراب. انتوا كاميراتكم هنا. واحد من الشباب طبعا يريد يقنعنا ناخذ حمام حتى نطيره تحقق امنياتنا، لكن للاسف الشديد ما راح ناخذ من عنده. طبعا دير بيراب، الدير اللي سجن به القديس كريكور المنور. هسه مقابلنا جبل أرارات، القمة العالية، قمة ماسيس اللي يبلغ ارتفاعها 5137 متر، اللي رست عليه سفينة النبي نوح عليه السلام. والقمة الثانية، القمة الناصية، ارتفاعها 3896 متر. نشوفها مغطى بثلوج، القمة قصدي قمة الجبل، قمة جبل ماسيس طيلة السنة مغطى بثلوج. للأسف شوية غيمة اليوم، الجو ما هو نظيف. المشهد كان يبين جبل ماسيس. هذه طبعا هي اقرب نقطة نقدر نقرب الى جبال أرارات، لانه حاليا الجبال بداخل الاراضي الارضية وهي مختصمة منذ عام 1915. نشوف بالافق مرصد، هذا مرصد ارمني، وبالجانب الاخر المرصد التركي. هذا هي الحدود الفاصلة بين أرمينيا وتركيا اللي يجري بها نهر أراكس. النهر ما يبين لأنه داخل الوادي.